السلام عليكم. اليوم درت هذا الفيديو لحقاش كاين واحد الحاجة خطيرة بزاف للشباب. يعني شنو كاين، شنو وقعت ليا؟ دخل عندي واحد نصرانية، كان واقف على برا، كنت كنصلي العصر، منين ساليت دخل عندي قال لي واش كتهضر شوية السبنيولية؟ قلت له غير شوية، ما كنهضرهاش، غير كنفهمو صافي، ولكن ما نقدرش نرد، ماشي مشكلة داك الشيء. المهم دخل في الموضوع، قال لي نعطيلك هذا الكتاب تعرف على الله يسوع. ما بغيتش نقول له لا، علاش؟ باش الناس يعرفوا شنو كاين. شديتهم عمدا، شوف شنو عطاني، عطاني الانجيل باللغة العربية. شوف باش ما تقولش بالله راه داز غير طريق وها يمكن راه عطاه لك، لا، هذا كيدوز كيفرقوا على الناس، على الشباب. وعندي الخبر بالله ثلاثة اللي مشاو من ترقع، مشاو ولاو نصرانيين. هذه الا قلبتها راه فيها نمرة التليفون، ما بغيتش نبينها. الا بغيتي تعيط ليهم، هذا الكتاب ما نعرف شنو عاد تكلمني عن علاقة مع الله. شوف فين واصلين، شوف المجدولية ما عرف شنو هاد الشيء. السيدي منين شافني كنصلي، واخا لقاني كنصلي بالله راني مسلم، كيدير اي حاجة باش يخرجك من الاسلام. شوف قال لي نعطيهم لك فابور، صحاب له راه فابور شنو فيها. كنصح الناس، انا ما صورتوش تحشت ليا لحقاش ما كنتش عارف. واحد صاحبي جا عندي كيعرف واحد دي اس تي، قال له علاش ما صورتيش، جيب لي التصويره ديالو ولا حتى نطيرو، لحقاش المخزن واقف على هادشي اللي كنشر هادشي. لحقاش هو غادي يرجع عندي، لحقاش جوج المرات ولا ثلاثه المرات كيجي عندي كيصرف، ولكن الا رجع عندي ولا حتى نصورو، نسد الباب نتبعو نصورو باش نعطي هذيك التصويره لهذاك السيد، يجدو يديروا له المينوت في الشارع، من حقهم الا لقوا عنده هادشي في الشارع. شوف الا شي واحد دخل عنده هاد النصراني ولا اللي كيفرق هاد الشيء، يشدهم ويصوروا، واخا يسد المحل يتبعوا يصوروا، يمشي يتكلف بها عند المخزن يشدوه. لحقاش علاش؟ كيخرجوا من مليليه كيدوزوا من نادور، المهم كيطلعوا الفوق الرباط كازا، المهم كيفرقوا هاد الشيء. وبزاف د الناس اللي عندي الخبر دخلوا النصرانيه. المشكله ما تقولش بالله راه هذا الشيء، ورانا كنعرف هذا الشيء، ما يقدرش يحشيها لي. ولكن هذوك اللي مشاو ولاو نصرانيين راه ما كيعرفوش مساكين، ما كيعرفوا لا في الدين لا والو. الا قالوا له غير نديروا لك الوراق ديال اسبانيا، غادي يمشي مسكين كايطير، راه شاب ما كيعرف حتى حاجه. شوف شوف فين واصلين ولاد الحرام، شوف كلشي بالعربيه، كلشي تا شوف شوف ولاد الحرام فين واصلين. اما هادو خص بنادم يعلم بيهم. دابا المشكله الا ما درتيش هاد الشيء كتقول انا ماشي شغلي، نهار يجي يمكن يوقف عند ولدك ولا بنتك ولا شي جارك ولا شي فاميليا ديالك، يعطي له هاد الشيء ويمشي يدخل النصرانيه. ها شوف شوف والله الا بقيت حي. اول مره كنت كنسمع هذا الشيء، ولكن اول مره كيدخل عندي هذا، اول مره والله الا بقيت غير كنشوف كنقول كيفاش انا لقاني كنصلي، واخا هكا كيقول لي هاك تعرف على عيسى. ها المهم انا كنعلم هذا الشيء وكيدور في الناظور، اي واحد يدخل عنده في المحل يعلم به ويصوره، ضروري صوره. الا صورتيه وعطيتيه للمخزن ولا حطيتيه صافي، كيقول لكم غير جيبوا لي تصوروا صافي. المهم السلام عليكم، راه علمت